موافقة مجلس الأمة على تعديل قانون نهاية الخدمة، كذلك تشكيل لجنة من قبل المؤسسة لمتابعة مطالبات الأمن والسلم الوظيفي الجديد، تشكيل لجنة لمتابعة الأعمال الشاقة الذي هو هاجس وهم الكثير من العمال، تشكيل لجنة دراسة الهيكل الوظيفي للعمليات، احتساب الخدمة الخارجية للعاملين القدامى، الموافق على استرداد المبالغ المستقطعة من المنتقلين من الشركات النفطية، كذلك اعتماد مجلس الإدارة تعديل مواصفات السيارات، كذلك تعديل موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على مشروع قانون نهاية الخدمة العاملين الجدد وتحويله للجنة المالية، تعديل نسب التقييم السنوي وإبعاد المدراء ورؤساء الفرق من هذا التقييم، وكذلك خفض معدل الجيد وزيادة نسبة الجيد جدا، كذلك قبول جميع مجتازي الاختبارات لحمل الدبلوم، تمديد التأمين الصحي بعد ما كان هناك توجه لإلغائه، اعتماد وعودة سلم الوظائف المهنية. يا أخوان، المطالبات هذه لما نأكد عليها نقول إن في مطالبات جديدة ما تم إقرارها، وإحنا ندري اليوم ليش ما تم إقرار بعض المطالبات اللي بعضكم سمع فيها وما تم إقرارها لليوم، إلا حسبة انتخابية وقائمة نبي قائمة يكون توجهاتها قريبة من الإدارة أو قائمة تقبل التفاوض على مصلحة العمال فتم التأجيل، وهذا الشيء ما يهمنا لأننا متأكدين بفضلكم راح نكمل المسيرة وراح ننتزع هذه المطالبات انتزاع وليس كمطالبات يتم منحها كهبة للعمال.